حساسية الجلوتين أو حساسية القمح هي استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي اتجاه بروتين الجلوتين الموجود في الحبوب مثل القمح والشعير والشوفان. أعراض حساسية الجلوتين عند الكبار يمكن أن تكون متنوعة وتختلف من شخص لآخر، لكنها غالبا تشمل ما يلي: تهيج منطقة الفم أو الحلق مع الانتفاخ أو الحكة، انتفاخ البطن، المغص، الغثيان أو التقيؤ، ظهور طفح جلدي مع الحكة أو انتفاخ الجلد، الاحتقان الأنفي أو الحساسية الأنفية، حكة العينين مع نزول الدموع، صعوبة التنفس، الصداع، الإسهال، ألم أو ضغط في الصدر، صعوبة في البلع، شحوب لون الجلد أو زرقاقه، الدوخة أو الإغماء، انتفاخ وضيق في الحلق، هبوط شديد في ضغط الدم مع ضعف النبض. لتجنب أعراض حساسية القمح عند الكبار، من المهم اتباع بعض النصائح والتوجيهات التي تساعد على تجنب التعرض للقمح ومشتقاته. إليك بعض النصائح المفيدة. أولاً، قراءة الملصقات الغذائية بعناية. تأكد من قراءة قائمة المكونات على المنتجات الغذائية بعناية للبحث عن القمح أو مشتقاته. ابحث عن كلمات مثل طحين القمح أو نشاء القمح، جلوتين القمح أو نخالة القمح. ثانياً، التعرف على الأطعمة المحتوية على القمح. تجنب الأطعمة التي تحتوي عادة على القمح مثل الخبز والكعك والمعكرونة والحبوب والبيتزا. انتبه أيضاً للأطعمة المعلبة والمجهزة التي قد تحتوي على القمح كمكون غير ظاهر. ثالثاً، اختيار البدائل الخالية من القمح. استخدم بدائل الطحين الخالية من القمح مثل طحين الأرز، طحين الذرة، طحين البطاطا، وطحين اللوز. اختر منتجات خالية من الجلوتين والتي تكون متوفرة في العديد من محلات البقالة والأسواق. رابعاً، تحضير الطعام في المنزل. قم بطهي الطعام في المنزل باستخدام مكونات معروفة، وتأكد من أن أسطح الطهي والأواني خالية من بقايا القمح. خامساً، الحذر عند تناول الطعام في الخارج. اسأل عن مكونات الأطباق عند تناول الطعام في المطاعم، وتأكد من أنها خالية من القمح. بعض المطاعم تقدم قوائم طعام خالية من الجلوتين والتي يمكن أن تكون خياراً جيداً. سادساً، التوعية والتواصل. أعلم أفراد عائلتك وأصدقائك بحساسية القمح لديك لضمان عدم تقديم أطعمة تحتوي على القمح عند زيارتك لهم. في الختام، تعد حساسية القمح تحدياً يتطلب اهتماماً دقيقاً وإجراءات احترازية مستمرة لتجنب الأعراض. من خلال معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها وقراءة الملصقات بعناية والاختيار الذكي للبدائل الغذائية، يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح إدارة حياتهم بشكل صحي وآمن.